السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استطرادا مع ما أبداه زميلي الأستاذ حسين الجمال الأمين العام عن قيمة كل كلمة في القسم، سوف تلاحظون أن الشيمة أو الشميلة الأولى في القسم هي الشرف، هي الشرف، هي أول شميلة من الشمائل التي يقسم المحامية والمحامي على ممارسة أعمال المحاماة بها. لماذا قدمت شميلة الشرف على غيرها من الشمائل في ذات صيغة القسم؟ لماذا قيلت قبل الأمانة؟ ولماذا قيلت قبل الاستقلال؟ ولماذا قيلت قبل المحافظة على سر المهنة؟ ولماذا قيلت قبل الالتزام بتقاليد المهنة؟ لما؟ لأنها شميلة جامعة تقف على قمة الشمائل والسجايا. حينما توصف السنة النبوية توصف بأنها السنة النبوية الشريفة، وحينما يوصف الحديث النبوي يقال الحديث الشريف. ليس هذا عفوا، وإنما هو انتقاء لللفظ المشحون بالعديد من القيم والمبادئ والشمائل والسجايا الكريمة. الشيء بالشيء يذكر، زي ما بنقول انه في شميلة تجمع كل الشمائل، ما هو في برضو خصلة. خلي بالكوا الفرق بين الشميلة وبين الخصلة. فالعقاد لما جه يصف قتلة الحسين في كربلاء قال عليهم كلمة واحدة، قال أفضل صفاتهم الجبن. ليه؟ لأن الجبن هي الخصلة الجامعة لكل المساوئ، يندرج تحتها كل شيء سيء. فإحنا بنقسم على قمة ما نقسم عليه شميلة الشرف، لأن الشرف على قمة الشمائل جميعا. هل هذا محض كلام إنشائي؟ لا، وحضرب لكم أمثلة. الإنسان الشريف شريف مع الله، شريف في إيمانه بالله، شريف في التزامه بأوامره، شريف بانتهائه عن نواهيه، شريف في علاقاته بالناس، شريف في أن يوافق سره على نيته، شريف في تعامله مع الناس جميعا، شريف في بيعه، وشريف في شرائه. ولعلكم تعلمون في الحديث: رحم الله امرؤا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هذا شرف. أنت حينما تتعامل مع الموكل، المحامي الشريف يتعامل مع الموكل بقيم الشرف، في الصراحة والصدق واحترام الذات واحترام الغير والأمانة والاستقلال اللي احنا اتكلمنا عنه في الجلسة الماضية. الشريف لا يصدر عنه الخصال الرديئة السلبية المتردية. المحامي الشريف لا يقبل أن يكذب في عمله، في أدائه لرسالة الدفاع. حينما يخاطب المحكمة بحكم موجبات الشرف
تقتضي عليه أن يكون صادقاً في البيان الذي يطرحه للمحكمة في تاريخ الحكم وفي رقم نشره والمجلد المنشور فيه. حينما يستند إلى مرجعية مرجع من مراجع القانون الشريف يكون صادقاً فيما يطرحه. حينما تتعامل بشرف تنال النتيجة فوراً أو تنال الجزاء الوافي والثواب العظيم في أنه بتلاقى في كل مكان تذهب إليه أو تتعامل معه بالإحترام الواجب لك، لأنك شريف، ولأنك تمارس الحياة بشرف، ولأنك تمارس العمل والمحاماة بشرف. ما فيش حد في الحياة ما بيتعرضش للطعنات مهما كانت استقامته، كلنا معرضون للطعنات وللمفتريات، ولكن هذه السهام والطعنات لا تصيب الشريف. ليه؟ لأنه لدى الناس صاحب ذكرى، صاحب ذكرى. هذه الذكرى والسيرة تكونت وتراكمت على الأيام نتاج تعامله بالشرف في حياته الخاصة وفي حياته العامة وفي حياته المهنية والوظيفية إلى آخره. إذا عملت في نقابة المحامين مثلا، فأنت تؤدي عملك في نقابة المحامين بشرف. حينما تتولى الأمانة العامة للنقابة فإنما تتولاها بشرف، لتتعامل مع كل زملائك بشرف، وتؤدي واجباتك بشرف. حينما تكون أمينا للصندوق، وكما قلت الآن سيدنا يوسف ما هم يعني كان عين على خزائن الأرض، تعامل بشرف. هذا الشرف سبقه إلى هذا التعيين، يعني لم يختار. وطبعا الصح لكم لم يختر. ليه؟ لأن لم أداة جزم تحذف حرف العلة اللي في الوسط. بس أنا لو قلت لكم لم يختر ممكن تقولوا الراجل ده بيخطرف، لما واحدة في واحدة كده هتعرفوا أنه أنا من عشاق اللغة العربية ومن عشاق قواعد النحو والصرف. ومن يعرف قواعد النحو والصرف يعرف أن أنا حريص على نصب المنصوب ورفع المرفوع وجر المجرور مهما طال حديثي المرتجل. أقول لكم إن يوسف عليه السلام عين على خزائن مصر لأن الشرف كان شميلته ومنهجه ودستوره، فاختير لهذا. هذا الشرف هو الذي طار صيته في الأفاق، وهو الذي طير هذا الصيت إلى حيث يعقوب وأبنائه فأتوا إلى مصر لا يعرفون أن أخاهم يوسف هو من يقصدونه في طلب المعونة. شوفوا الشرف وصل لإيه. فلما لقوا يوسف تعرف على شقيقه الأخير أو الأصغر الذي نصح إخوته بدلا من قتله أن يلقوه في الجب، فكان من نصيبه أن أنقذ من حيث ألقي. فلما عرفهم وعرفوه أحسن وفادتهم لأنه شريف، والشريف لا ينتقم، الشريف لا يشمت، الشريف لا يسب، الشريف لا يقذف، الشريف حسن العبارة، حسن السلوك. كان من نتيجة هذا الشرف بعد أن استضافهم في مصر أن ذهبوا إلى أبيهم يعقوب بقميص أخيهم الذي ألقوه عليه فارتد إليه بصره. ليه قلنا بصره؟ ما قلناش بصره. ليه؟ لأنها نائب فاعل، ارتد مش مفعول به. خلاص الحديث في الشرف يطول، إنما أنا
وجدتها فرصة ان انا وانا اتحدث اليكم لاول مرة وانتم داخلين في اهم يوم من ايام حياتكم. من النهاردة زي ما قال لكم الاستاذ حسين الجمال سوف تصيرون محامين ومحاميات، وهذا يوم لو تعلمون عظيم، لأنه يوم فارق في حيواتكم جميعا. تفارقون به عهدا وتبدأون عهدا. قبل المحاماة الإنسان حر في أن يجرب وفي أن يخطئ. الخطأ وارد على كل البشر، ولكنك حينما تبدأ المحاماة صرت مسؤولا حاملا لأمانة عن الغير، وحمل الأمانة عن الغير يجب أن يؤدى ويحمل بشرف. ومن أجل هذا يتقي المحامي وتتقي المحامية الخطأ بقدر المستطاع. لا يوجد من يعز على الخطأ، ولكن فارق أن المحامية والمحامي حريصان فيما يؤديانه على الاستيثاق وعدم المخاطرة. ليه؟ لأن المخاطرة لن أدفع أنا ثمنها، وإنما سوف يدفع الموكل ثمنها، وهذه ليست أمانة وهي ليست من الشرف. قد يعز على العلم، لا بأس من أن ألجأ إلى زميل أكبر وأن أسأله فيما لا أعرف، أو أن ألجأ إلى مرجع من المراجع وإلى أستاذ في هذه المادة متميز لألتمس الحل، وقد ألجأ إلى أحكام محكمة النقد لأقتدي بما فيها. هذا كله تعامل المحامية والمحامي فيه مع الله. لا يراه إلا الله، والتعامل مع الله لا يكون إلا بشرف. وأنت حينما تتعاملون مع هذا بشرف هتجنوا الثمار، هتجنوا الرطب الجميلة. ليه؟ لأن الإنسان جهده وعطاؤه مردود إليه. كل لحظة بتبذلها في سبيل المعرفة، كل برهة بتعطي فيها من ذاتك وصولا إلى كريم الغايات مردودة إليك في نجاح، ليس كنجاح لأي شيء، وإنما هو النجاح الذي يرضيك. والفلاسفة والعارفون يقولون إن غاية ما يبتغى لا هو الثروة ولا هو القوة ولا هو السلطة. قد تكون صاحب سلطة وشقي، وقد تكون صاحب مال وتعس، وقد تكون صاحب صولجان ومريض مرضا يشقيك. عشان كده معيار المعايير هو الرضا، الرضا، الرضا. الشريف يعيش حالة رضا مع النفس، وحالة رضا وتواؤم مع المجتمع، وحالة رضا وتعامل مع من يتعامل معهم في المجتمع. الراضي هو الإنسان الحقيقي السعيد، أو هو السعيد الحقيقي في الحياة. كل هذا حصيلة الإيه؟ هذا الشرف الذي وصفت به السنة النبوية ووصف به حديث النبي عليه الصلاة والسلام. بعد أذنكم نبدأ في حلف اليمين وقوفا، سألقيه وترددونه من بعدي راجيا أن تهتز القاعة، ليس لمجرد صوت، إحساس طالع من القلب بكل معنى من معاني كل كلمة من كلمات هذا القسم. هم بس انت هتحلف تاني؟ انت حلفت اصل اول مرة يحضر. الامين العام راك عامل مخالفة، امين صندوق اسمه عشان ما يحضر كتير. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله
أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر المهنة وعلى تقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. خالص التهاني، صرت محامين ومحاميات.